أنا مسرور جدا بلقائكم في الدار البيضاء، وهذه زيارة تاسعة لي في المغرب، خصوصا في الدار البيضاء، وأنا قد شاركت في هذه الندوة منذ عام 2015 بطريقة مختلفة، مثلا بطريقة حضورية أو افتراضية عبر الانترنت أونلاين. نعم، وأيضا قد ترجمت أو سوف أترجم بعض الكتب المغربية إلى اللغة الصينية لكي تنشيد التبادل الثقافي بين الصين والمغرب إن شاء الله. يعني التبادل الثقافي بين الصين والمغرب سوف يشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب والبعيد. دكتور فيصل، يعني أين تعلمت اللغة العربية بهذه الفصاحة الجميلة؟ يعني قد بدأت أتعلم اللغة العربية منذ عام 1985 في جامعة الشنغهاي للدراسة الدولية، وبعد ذلك وجدت فرصة لدراسة اللغة العربية في جامعة القاهرة، وأيضا كنت أعمل مترجم في إحدى الشركات الصينية في مدينة السادات في القاهرة، وأتمنى يكون هناك فرصة لأستفيد من أصدقائنا المغاربة لارتقاء بمستواي في اللغة العربية. تكررت الزيارات كل المغرب، ما الذي يعجبك في المغرب؟ يعجبني التنوع الثقافي في المغرب، يعني نتمنى يكون هناك أيضا تنوع ثقافي طبعا في الصين، يعني تنوع ثقافي في الصين هذا هو مفيد جدا لتعميق تبادل ثقافي بين طرفينا، لأن كل منهما يتميز بتنوع ثقافي. يعني أيضا يعني الحضارة الصينية قد ضربت جذورها في أعماق التاريخ، يعني هذه الحضارة سوف تلعب دور كبير في تعميق التبادل الثقافي والحضاري أو حوار بين الحضارات بين الصين والمغرب في المستقبل. قديما قيل اطلبوا العلم ولو في الصين. نعم. أنت الآن تطلب العلم في المغرب، كيف ممكن هذه المقارنة؟ نطلب العلم في الصين أيضا، ونريد أن نطلب العلم في المغرب، وخصوصا نطلب الثقافات المتنوعة في المغرب، هذا ما سوف نستفيد منها في المستقبل.